هل تعلمون أن هناك أقوام لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ أسألك بالله، أي حياة، أي شعور، أي إحساس وهو يرى أن الله عز وجل لا ينظر إليه، يصيح ينادي ولا يستجاب له، يبحث عن من ينقذه فلا يجد، أليست كربة عظيمة؟ من هم هؤلاء؟ أولهم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. أيضا يا إخوة، من الناس المنان بما أعطى. أيضا من الذين ينظر الله إليهم المسبل إزاره. أيضا من الذين لا ينظر الله إليهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. أيضا ذكر منهم الأشيمط الزاني، وذكر أيضا منهم قال الملك الكذاب، قال وعائل مستكبر، فقير معدم ويتكبر على خلقه، وأيضا تاسعا العاق لوالديه، وأيضا منهم قال الديوث. من هو الديوث؟ الذي يرضى الخبث إلى أهله. أيضا يا إخوة، وهذا عجيب، الذي يمنع الماء عن ابن السبيل مع قدرته على البذل. أيضا يا إخوة، الذي يحلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم. أيضا هذا حديث عجيب، من بايع الإمام للدنيا فقط